أهلا بكم متابعينا في إذاعة من لا صوت لهم. اليوم تلاقوا بكم في عدد جديد من برنامج وجها لوجه، وموضوعنا نهار اليوم متعلق دائما في إطار اليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة 8 مارس. رح نحكي على اتفاقية سيداو، وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واللي صدقت عليها الجزائر في سنة 1996. رح نحكي على هذه الاتفاقية وعلى المضمون تاعها مع المناضلة آمل حجاج الناطقة باسم الجريدة النسوية الجزائرية. مرحبا بك آمل. مرحبا بك، الله يسلمك. شكرا آمل. أولا نبدأ، وشنو هو مضمون الاتفاقية هذه، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ أنا نظن أنه المضمون تاعها في العنوان تاعها نلقاوه. نعم. الاتفاقية راح يكون فيها عدة مواد اللي نورمالمون اللي يصدقوا عليها يلتزموا بالعمل على القضاء على التمييز في عدة جوانب، في عدة ميادين. خاطر ماكش التمييز ما يكونش فقط في العمل ولا في السالير ولا في سوسي ولا سولا. الاتفاقية تاع سيداو سيسا اللي صدقت عليها الجزائر على ما أظن في 96. نعم. في 96 بالتحفظ على عدة مواد، منها المادة رقم 2. نعم. مادة رقم 2 اللي على واش تحكي على التمييز، تقريبا تحكي تعريف التمييز وتلزم بعدم التمييز. انه الجزائر صادقت بالتحفظ على المادة اللي تتكلم على موضوع الاتفاقية، ديجا نفهموا باللي ما كانش التزام حقيقي. صحيح. علما ان كامل الاتفاقيات نورمالمون اي بلاد كي تصادق على اتفاقية، هذيك البلاد ما عندهاش الحق تحط تحفظ على المادة اللي تتكلم على موضوع الاتفاقية. هنا في اتفاقية سيداو نشوفوا باللي كاين كاين خلل، كاين خلل، كاين تناقض. كما قلت هي القضاء على جميع أشكال التمييز، وحنا إذا كان مجتمع فيه التمييز ضد المرأة، والمجتمع الجزائري فيه العديد من الأشكال، ولكن لا سيداو تاني راهي راح تلزم مؤسسة الدولة ومؤسسة الدولة بالقضاء عليه. يعني نعم. مش راح تلزم المجتمع انه يتبدل بالليل ونهار، لازم يكون عمل باش المجتمع يتبدل، انه راح تخلي الدولة تحط في سياساتها العمومية او اخرى راح يكون عمل على القضاء على هذه الاتفاقيات. بلك في 96 ما كانش عندهم هذا النظرة. نعم. انا نظن خاصة المادة 2 دركا كتمييز راهو مجرم في الجزائر. نعم. وحاطينها حتى تمييز مبني على الجنس راهو ملغى. نعم. راهو مجرم في قانون العقوبات. نعم. دونك جا الوقت بالك باش يرفعوا هذا التحفظ وكامل بقيه التحفظات اللي تتعلق اكثر شيء بالحقوق المدنيه للنساء. انا نظن. نعم. التحفظات كانت متعلقه اكثر شيء، كانوا خايفين يقولوا هاكم صادقتوا على الغاء التمييز، دونك لازم تلغيو قانون الاسره وتحطوا قوانين متساويه. نعم. وهذا الشيء لما قالت الله لحقلو لحقلو، لانه المشرع الجزائري كان التحفظ تاعو في كان حول المواد التي تتعارض في وجهة نظر المشرع الجزائري مع القيم المجتمعية والقيم الإسلامية، مع قانون الأسرة بكل مصدر. نعم. مع قانون الأسرة، القيم المجتمعية عشنا كلش، وكاين عدة عائلة جزائرية على اختلافها، كاين اللي تقاسموا الميراث ومش راح يكون دراما. حتى الدين إذا تكلمنا مثلا على هذه النقطة، اسكو الدين حرم عليك تقاسم مع أختك 50-50، عطاك نص بلا ما يقول لك حاجه اخرى، بلا ما يقول لك حاجه اخرى حرام ولا حلال. دونك انا نظن حبوا يكاريشيو مش المجتمع، نصف المجتمع حبوا يقولوا له هراك عندك الحق، ولكن هذه الامور لازم تتغير ولازم تتوافق مع الدستور الجزائري. انا ما حطيتوش كامراه او كنسويه، خي هو اللي كان يحكي على المساواه. إذا الوقت باش الجزائر ترفع، لانه من تحفظات الجزائر كانت في المادة اللي تفرض انه المرأة تقدر تختار مكان السكن تاعها، وتقدر تختار يعني البلاصة اللي تسكن فيها، وهذا كان يتعارض مع قانون الأسرة اللي يقول لك بلي المرأة المتزوجة لازم تسكن مع
مع الزوج تاعها ايضا. اونتولي كا راهو ديجا انا حبيت نقول ولكن نظن انه المجتمع اذا تكلمنا على المجتمع اللي راهم حابين يحافظوا عليها عبر هذه القوانين وهذه التحفظات في اتفاقيه سيداو، المجتمع راهو سابقهم. المراه راهي تفياجي وراهي تخدم وراهي ماجوريتار في لونيفرسيتي وماجوريتار في سيغتان فيليار كيما لي فام ميدسان اللي من بعد السيرفيس سيفيل ماشي راح يكون في المدينه تاعك، دونك تروح وتجي ونعرفوا بزاف حالات حتولي عامه ماشي من خاصه. نعم يعني هذه القوانين لازم تمشي وترافق تطور تاع المجتمع ايضا. بور مومون بالنسبه لي التطور راهو سابق القوانين. نعم والقوانين مازال كاين ذهنيات تحول تقول كيما عده امور، المجتمع تاعنا راهو كذا، المجتمع تاعنا كذا، كي تطلع عليه تلقاه ماشي هكا، احنا فقط حابين نديروا له صور نمطيه ونقولوا نخدم هكا ولا ماشي هكا. ولكن التمييز هذا نهارنا انا نظن رفع التحفظات راح يعني ديجا بلي الدوله تحملت مسؤوليتها. انا حقيقه مع المساواه وما يهمونيش الاعتبارات اللي ما عندها حتى علاقه بالمواطنه، حتى ماكش هاد الاعتبارات كامل نتكلموا عليها ما عندها حتى علاقه مع لا سيتويانتي. كيفاش نقول لك راكي سيتويان روحي فوتي ومن بعد نقول لك راكي دومي سيتويان في هذا الموقف ولا هذا الموقف؟ سي با بوسيبل. تناقض كاين تناقض. ما كانش كيفاش انا نقدر في الجزائر نكون جوجه نزوج ونطلق الناس ومتى مازال تتكلم لي على امور اخرى. ايضا من المواد اللي الغيت اللي رفع عليها التحفظ هي الماده 16 اللي كانت عدم قدرة المرأة الجزائرية أنها تمد الجنسية. هذه ربما تكون خطوة، لماذا؟ بس خطوة هذه أنا بالنسبة لي دليل على أنه باترياركا الأبوية ولا الذكورية ولا كنظام غير عادل تحب مصلحتها. يعني كي نشوف المادة 16 بيان سور كانوا كاين بزاف نضالات باش تروح المادة 16، ما راحت فينا سقخاش. احتجنا الفريق الوطني، احتجنا شخص يكون عنده قدرات باش يكون كش نقولوا جول. صح ما لقيتش كش نقولها بالعربيه. ومبولحي كان يما حارس مرمى، كانت يما جزائريه ماشي الوالد نتاعو، يافي اون اورجونس جاي لك لاكوب جاي اكسوس اي دان سول كو ما ولاتش من قيام الجزائريين انه حاجه نورمال. دركا كي تقول للجزائري المرأة تقدر تمد الجنسية تجي نورمال، ما طرحت هذيك العقدة باسكو رفعنا التحفظ ورفعنا وغيرنا في القانون ورفعنا ولات حاجة عادية. كانت من السنة اللي صدقت عليها الجزائر 1956 تغير 96 عفوا تغير القانون الأسرة. يعني مع هذا التغير تغير قانون تبدلت فيه بزاف مواد، لكن الاتفاقية ما رفعتش عليها التحفظ في هذه المواد. يعني لماذا علاش ما كانش هذا المرافقه هذه مع باسكو جو سي با دركا كاين عده مواقف. انا في الموقف نتاعي الاتفاقيات العالميه في الجزائر ونتوليكا ماهيش مرتبطه بطريقه فعليه مع القوانين الداخليه. كاين زعما هرميه القوانين ونقولوا الاتفاقيات ومن بعد الدستور ومن بعد كذا. اذا قلنا مثلا الدستور اسمى من القانون، رانا نشوفوا بلي القانون يطبق اكثر من الدستور. الدستور يتكلم على المساواه ولكن القانون يطبق في عده امور عدم المساواه. رانا نقولوا حمايه المراه ضد العنف في الماده 40 ومرافقه مؤسسات الدوله للنساء. النساء مازال ما يلقاوش دي زافوكا ميزابار واش كاين في التريبيونال اللي ما راهمش يشتغلوا بصفه خاصه على النساء ضحايا العنف و دونك كاين دائما كاين حوايج تزرب حوايج. وانا بالنسبه لي هذه ماشي حاجه سلبيه. الماده 40 مثلا ماده حاجه ايجابيه جدا. نعم. واش ما تبقى النقائص نسقوا جا الوقت جات الماده 40 ديروا لوردونونس دابليكاسيون واش هو لا سويت. لازم نشوفوا سي كوا لا سويت. استمعوا للجمعيات كاين رساله مفتوحه تلقاوها ناقشوها وا 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 اي بي انا جو بونس كو ان مومون فو كيفاش راه يتغير المجتمع وكان يتغيروا النضالات وعده امور لا سيداو بتحفظاتها. نقولوا الجزائر راهي متحفظه اذا هنا نقولوا انه الجزائر ربما حان الوقت باش تاخذ خطوه فعليه لالغاء هذا التمييز والغاء هذا التناقض الموجود بين الاتفاقيه والقانون القانون اللي يطبق داخل با سولمون بوغ سا باسكو كان تاني وقائع. انا جزائريه جو سوي اوسي سيتويان دو موند ومش نورمال انه التقارير الاخيره كاين بلدان في حقوق النساء كاين حوايج قاعدين يتقدموا وحنا باش ما نكذبوش على بعضنا بزاف مع الكوفيد ومع هاد الزوج سنوات الاخيره بزاف عوايش توخروا. عاودنا رجعنا المشاركة السياسية من 25% عاودنا رجعنا من 8%. العنف زاد وما تحركناش. ملاجئ مغلوقة من التسعينات. دون تو سا الجزائر في بارتي دو موند
صحيح في اللقاءات المقبلة واش من بينا راح نحطوه بالنسبة لواش تقدم. ماشي مانيش نتكلم على البيلان تاع النضالات هذيك قضية أخرى تماما. واش من بينا راح نحطوه إذا من 65 كنا 3% نساء في المارشي دو ترافاي. جو بونس في لي زارشيف اللي عندنا 88 لحقنا ل 7%. من 88 2022 ولا ماجوريتي اللي خريجي الجامعات هما من النساء رانا 18%. 18% هذه تقريبا من بالك 2003 ما تحركتش ولا 2001. هذا كامل تمييز، هذا كامل عنده علاقة بالسيدة واحترام الالتزامات بارابور للسيدة. دونك لازم عمل فعلي فعلي، ماشي عمل مناسباتي باش نقولوا رانا مفتخرين بالمرأة الجزائرية. انا كي تفتخروا بيا وتحطوني في شوكة سامشي غاريان. شكرا لك أمال، وإن شاء الله الجزائر تمشي في خطوات لتغيير هذا أشكال التمييز اللي موجودة جدا في المجتمع. وطبعا المجتمع ما عاش حيتغير وحده، راح يتغير من خلال تغيير القوانين في حد ذاتها. مش فقط القوانين، أنا بالنسبة لي الزوج حوايش في نفس الوقت. نعم. مهم جدا أن نقوله تغيير القوانين والعمل على الممارسات الاجتماعيه، باسكو القانون وحده مثلا في فرنسا ما الغاش الفيمينيسيد، مازال كاين مئات النساء تقتل. صحيح. اذا نتمنوا مستمعينا انكم تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع. نتلاقاو في الاعداد المقبله. الى اللقاء.